مشاهدينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برحب بحضراتكم، وأول حلقة لينا معاكم في 2021 من برنامجكم الدين والحياة. بنحاول دائما في هذا البرنامج نكون حلقة وصل ما بين أصحاب الخير والناس اللي محتاجة تقدم الخير ومش عارفة توصل للناس إزاي، مع الناس اللي محتاجة الخير ومش عارفة توصل للناس اللي معاها الخير إزاي. الدين والحياة بيقول لنا إزاي من خلال الحياة اللي احنا عايشينها دي نقدر ان احنا نخدم ديننا، وفي نفس الوقت من خلال تعليم ديننا السمحة نقدر ان احنا نعيش حياة سليمة وصحيحة. الدين والحياة سيدي شرفني النهاردة يكون موجود معنا فيه دكتور محمد وهدان العالم الازهري القدير. اهلا بك دكتور وهدان. اهلا وسهلا دكتور احمد، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، واسأل ربي عز وجل لمصرنا الغالية وللعالم كله ان شاء الله الامن والامان والتوفيق والسداد ان شاء الله. قبل ما نقول لكم معانا النهاردة في حلقتنا، خلينا برضو واحنا بنتكلم عن 2020 ودعناها وبنستقبل مع بعض 2021 مع تمنياتنا القلبية. يا رب يا رب يا رب تكون يعني سنة سعيدة علينا كلنا على كل المستويات، وطبعا كل أمانينا القلبية ان كورونا تختفي ونقدر احنا نعيش حياة طبيعية زي ما كنا عايشينها قبل كده. قبل ما نقول لكم معانا النهاردة، خلينا برضو نتعرف مع ظاهرة ظهرت لينا في الأيام القليلة الفائتة، وهي ظهور وتعودنا ده كل سنة يكون موجود معنا ناس بتتكلمنا عن توقعات والأبراج والروحانيات، ولكن كوتشينا وظهورها على الموائد في البرامج دي كانت ظاهرة جديدة جدا. إزاي نقدر نستقبل الوعي ده والفكر ده وإحنا بنودع 2020 ونقول طب كورونا أخبارها إيه يا جماعة؟ طب الدهب هيعلى ولا مش هيعلى؟ الدولار أخباره إيه في 2021 من خلال فك شفرات الكوتشينا؟ دكتور وهدان سريعا كده، حكم الشرع ايه؟ انت شفت اول الظاهره دي والبرامج دي؟ اكيد نعم شفتها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. قال موسى عليه السلام: يا رب العالمين علمني كلمات اذكرك بها. فقال له مولانا عز وجل: يا موسى قل لا اله الا الله. فقال موسى عليه السلام: يا رب العالمين ان كل عبادك يقول لا اله الا الله، وأنا أريد شيئا تخصني به وحدي يا رب العالمين. فقال له الله عز وجل: يا موسى لو وضعت السماوات السبع والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة أخرى لرجحت كفة لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. وصلاة وسلاما يلقان بمقام الحبيب سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، الذي كان يدعو ربه عز وجل ويقول: اللهم اجعلني صبورا، واجعلني شكورا، واجعلني في عيني صغيرة، وفي أعين الناس كبيرا يا رب العالمين. اللهم صل على الحبيب وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فعلا لاحظت في كثير من البرامج التلفزيونية استضافة عدد كبير جدا من العرافين اللي معهم كوتشينا، وهذا شيء بعيد عن منهج الله سبحانه وتعالى، وهذا حرام، لأن الغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. ما قالش العرافين والرسل، خلاص ما عادش في الرسل بعد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا افتئات على الله سبحانه وتعالى، هذا كذب على الله سبحانه وتعالى، لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أذن في الحديث الصحيح: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، ومن أتى عرافا أو كاهنا فصدقه لم تقبل منه الصلاة 40 يوما. فأنا أدعو مثل هذه البرامج لأنها تقدم شيئا مفيدا للناس يرضي الله سبحانه وتعالى. أما الأبراج وما إلى ذلك واللي هيحصل السنة الجاية والذهب هيعلى ولا مش هيعلى ويكون هيحصل له ايه، فهذا تدخل في علم الله، وهذا مستقبل وغيب. والغيب سيدي لا يعلمه الا الله، وعلينا جميعا ان نتقي الله سبحانه وتعالى، وعلى الناس الا تصدق هذا الكلام الكاذب البعيد عن منهج الله سبحانه وتعالى الذي يستخف بعقول المصريين. زي ما قلت، تمنياتنا القلبية ان احنا يعني يكون اكثر سعاده وتنتهي موضوع كورونا، ونشوف بقى معانا النهارده في حلقتنا من الدين والحياه.